نعم مرحبا. بعد الاستقبال الذي حظى به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر الإليزي وبعد إشادة من الرئيس إيمانويل ماكرون عن دور الأردن والملك عبد الله تحديدا، كانت هناك تصريحات ربما مختلفة هذه المرة، لم تكن سردية ولا مسطحة كما عهدناها في بداية الحرب والتي كانت تدعو دائما إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بالطرق التي تراها مناسبة. نبرة الإليزي هذه المرة جاءت مختلفة. طبعا الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث عن هجوم محتمل قد يكون كارثي عن رفح، قال أن الهجوم على رفح قد يؤدي لكارثة إنسانية غير مسبوقة وستكون لها نقطة أو ستكون هذه أو هذا الهجوم المحتمل نقطة تحول في الصراع في المنطقة. الرئيس إيمانويل ماكرون أيضا في نفس المؤتمر الذي جمعه بالملك عبد الله قال أن فرنسا تؤمن بحق أمن إسرائيل الراسخ كما نؤمن بتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولة فلسطينية قابلة للعيش. أيضا الرئيس إيمانويل ماكرون لم يغفل أيضا ملف المحتجزين الذي شدد طبعا عليه كما يفعل في كل مناسبة. فرنسا أيضا قال أنها تسعى للحصول على وقف إطلاق النار وهو أولوية مطلقة كما ذكرت لدى فرنسا، وأن فرنسا لديها مخاوف من أي عملية قد تؤدي إلى تهجير قسري للفلسطينيين أو للغزاويين خارج الأراضي الفلسطينية. وبالحديث عن وقف إطلاق النار، لاحظنا أيضا أن الإليزي بات يستخدم عبارات ربما أكثر حدية وصراحة. سابقا كانت هناك عبارات عن هدى إنسانية، والآن بات الإليزي يتحدث وبكل صراحة عن وقف لإطلاق النار أو وقف دائم لإطلاق النار. ماكرون أيضا تحدث قبيل هذا الاجتماع وفي تحركات فرنسية يبدو حثيثة للعب ربما دور في هذا الملف، تحدث مع نتنياهو وأصدر الإليزي بيانا مطولا شديد اللهجة، على الأقل اعتبر شديد اللهجة في فرنسا مقارنة بتصريحات سابقة، شدد على ضرورة حفظ الأمن وعدم طبعا توسع الصراع في المنطقة خاصة في لبنان والبحر الأحمر. طيب زهراء، حتى الآن كل هذه تصريحات صادرة عن الإليزي وعن الرئيس الفرنسي ماكرون، ولكن نحن هنا نتحدث عن الخطوات الفعلية على أرض الواقع. هل وعد الرئيس ماكرون الملك عبد الله الثاني بأنه سيقوم بخطوات فعلية من أجل وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي غزة؟ للأسف وكما ذكرت رغم تغير لهجة الإليزي، لكن البيان أو الخطاب الذي توجه به الرئيس إيمانويل ماكرون لم يحمل أي عبارات إلزامية ولم يحمل في طيته أي خطوات فعلية قد يقوم بها الإليزي في قادم الأيام، كما تتطلع على الأقل المعارضة الفرنسية الضاغطة على الإليزي والتي تطلب من فرنسا التدخل وأيضا إقرار عقوبات ضد إسرائيل وأيضا التدخل عبر المحاكم الدولية، بما أن فرنسا وباعتبار أن فرنسا عضو في محكمة أو موقعة على محكمة العدل الدولية، وأيضا باستخدام كل الطرق الممكنة من عقوبات وأيضا حق الفيتو الذي تملكه فرنسا. طبعا فرنسا منقسمة على نفسها في هذا الوضع، هناك يسار وهناك يمين، يمين يدعم اليمين الإسرائيلي ويسار يضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون، يمين يسار له قاعدة شعبية معتبرة تدعو فرنسا للتحرك فعليا بخطوات واضحة لم نراها لحد الآن للأسف. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات زميلة زهراء فكاني مراسلة الغد، كنت معنا من العاصمة باريس. شكرا زهراء.